حكم مصافحة الرجال للنساء، لا تجوز مصافحة الرجال للنساء إلا إذا كنا من محارمهم، يجوز للرجل أن يصافح المرأة التي من محارمه، أما التي ليست من محارمه فلا يجوز له مصافحتها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يصافح النساء، وإنما كان يبايع النساء بالكلام في هذه المصافحة، ولا مست يده صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط كما في حديث عائشة رضي الله عنها، وذلك من أجل الابتعاد عن الفتنة، لأنه إذا صافح المرأة التي لا تحل له سبب ذلك الافتتان بها، وسبب ذلك التساهل بينهما، وربما تجر إلى ما لا تحمد عقبه. لا جزاكم الله خيرا.